أن يشترك في هذه المباراة بسبب الإعياء الذي حصل معه قبل بداية المواجهة والكرة إلى المرمى. هدف أول للفهود، الغرافة يتقدم بهدف ممتاز، الكرة جاءت على رأس كريستيان نيميث يسجل فيها هدف أول، أول هدف الموسم كريستيان نيميث، من يتقدم أولا ويسجل الأسبقية في المباراة. شوف الكرة ملعوبة في الجهة اليمنى، العرضية مناسبة على المقاس لرأسية كريستيان نيميث الذي يستغلها بأحسن حال ويسجل الهدف الأول للغرافة للفهود. شوف العرضية الرائعة، يعرف بسهولة أن يتقدم إلى مرمى ويسجل الهدف الأول. هنا كرة الرد، الله، أوه، رفع الحرج عن الأهلي، الأهلي يسجل التعادل الآن 1-1 في 5 دقائق. في 5 دقائق يبدو أننا أمام مباراة مثيرة، ويبدو أننا أمام موسم مثير في افتتاح مثير، 1-1 في أول 5 دقائق من المباراة. الكرة بعرض الملعب، يا سلام يا سلام، شوف اللقطة الأولى، التمريرة الأولى والثانية والثالثة، هوب السادسة، فهذا أمر جيد. الأندية في قطر أصبحت الآن المتصارعة على الأربع الأوائل، هذه الكرة ملعوبة، الله، بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة الأهلي يدك مرمى الغرافة للمرة الثانية، يتقدم الأهلي بهدف ثاني بنفس الأسلوب، مشعل عبد الله يدل الطريق، يعرف الطريق لمرمى الغرافة، الفريق الذي سبق أن مثل مشعل عبد الله، الآن مشعل يعرف الطريق تماما، قال لهم بس انتوا لعبوها بهذا الشكل وانسوا الباقي، وانسوا الباقي، والله انسوا الباقي. مشعل عبد الله كرر الزيارة، أصبحت المباراة بهدفين لهدف في مرمى نادي الغرافة بنفس الأسلوب بنفس الشكل بنفس الطريقة، طقتين على الجهة اليسرى، محاولة مرور، برافو، ومرور، الله، الثالث، تأخر كثيرا على مجتبى، لكن مجتبى عنده نية انه يسجل الثالث، وجاء الثالث بنفس الاسلوب الاهلي مصمم على الثالث بنفس الطريقة، يسجل للمرة الثالثة. شوف الكرة مرة اخرى، ملعوبة الكرة طويلة إلى الناحية اليسار، هذه المرة بصناعة مشعل عبد الله، ومشعل عبد الله يلعب الكرة بالعرض. هذا الفريق اللي عنده أسلوب جاي يلعب فيه ويطبق أسلوبه بكل نجاح، لكن للأمانة تشعر وأن هناك سذاجة في جماهير أهلاوية وغرفاوية تتابع الموقف عن كثب، والكرة في يا سلام يا سلام، فلاديمير فايز أرسلها بشكل رائع إلى المرمى، هدف ثاني. قلت بأن الوقت مناسب جدا للغرافة إلى أن يعود، والآن يسجل هدف ثاني، ممتاز الكرة من فلاديمير فايز، حطها بعيدة جدا، يلعب الكرة إلى موبيلي، يا سلام يا يوسف، لكن أخطأ، والهدف الرابع، موبيلي يا موبيلي، خطأ لا يغتفر ليوسف حسن، اللاعب الذي كاد أن يكون متوجا الليلة، الذي قدم أداء كبيرا، يخطئ خطأ كبيرا، ويقول زميلنا الكبير يوسف سيف بأنه كلما كبر المخ